ما بقاش يهضر كل شيء واحد بواحد. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث. ابقوا نشوفوا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره من سوق تيط من الليل. تجار الفراشه ساخطين بعد منعهم من ممارسه التجاره في السوق الاسبوعي اللي كيجيو كل جمعه حسب التصريح ديالهم، كيف ما غتسمعوا مشاهدينا الكرام، باش انهم يترزقوا. والله كاين اللي عنده عائلته، كاين اللي عنده ولاده، كل واحد مسكين وعالم بغير الله. فغنخليكم مشاهدينا الكرام مع هاد الناس اللي غادي يعبروا على الراي ديالهم وكذلك الاستنكار ديالهم لهذا المنع هذا، وغادي ناخذوا اول واحد هو هذا السيد اللي غيعطينا الاسم والصفه ديالو. خويا اهلا وسهلا بك. كبير الوراقي في الهراوي. تفضل اخويا، شنو المشكل ديالك؟ تحيه للمالك ديالنا والتحيه للمخزن ديالنا كامل، ولكن حشوم عليهم باش يحيدونا. حنا من صغرنا جايين من العماله، من العماله القريعه الاولى ديال العماله، شي اربعه الاربعات ولا خمسه، وجابونا لهذ البلاصه. سي نعمرو نهار الخميس الليل، سي نعمرو احنا، سي نعمرو مالين البقر، مالين التبن، مالي الخضره، سنعمروها بحال بحال، وحشوم عليهم باش يحيدونا. انا خويا الله ميت جوج جمعات ميت هنايا. بارك الله فيك. سنديو كامل الخبز ديالنا من هنا. شحال من عام السوق هو هنايا؟ السوق شي 14 عام ولا 15 عام، ويلا شافونا. هادي شي 14 عام ولا 15 عام ملي تحول من الناس، ولا 20 عام. مليح هذاك الشارع، مليح هذاك الشارع. حشوم عليهم باش يحيدونا. هاتوا بالواحد بالواحد اخليكم. حشوم عليهم باش يحيدونا من هنا. شحال تقريبا، شحال تقريبا هنا ديال الناس اللي كيجيو يترزقوا؟ الزباله والله كاين اللي ما عنده خبزه. والله كاين اللي ما عنده خبزه. احنا والدينا مخرجنا لا سكويله لا مدرسه، لا سكويله لا مدرسه لا والو، عايشين من هادشي. والله تاع الديري سامع عندي فوق من 20 واحد، والله ما دخلت لي بالماكله لا كالو. علاش كتبكي يا خويا؟ علاش؟ سير طلب مساعدة العامل، الله يخلي لنا والمالك ديالنا، الله يخلي لنا، الله يخلي لنا العامل ديالنا، والله يخلي لنا المخزن. مش ما يحيدناش، مش ما يحيدناش كرسو. واش أول مرة غيمنعوكم منه؟ أول مرة، والسوق تاع معمر منعوكم. شكون اللي جا عندكم اليوم؟ اش عندنا تسيجي؟ لا، شكون اللي جا عندكم منعكم؟ جا المخزن اللي جا عندنا. جاو عندنا، تفضل تفضل. قوات المساعدة. قوات المساعدة، وجاو عندنا المقدمين الله يخلف عليهم، قال لك حيدوا منا. قالوا لنا حتى حاجه، قال لك الله يرحم الوالدين، حيدوا منا وهضروا على ريوسكم. شو السبب؟ السبب قال غادي يحيد من هنايا، غادي يحيد من هنا. السوق يحيد كاع، غادي يحيد. قال السوق يحيد المهم قال غادي يحيد. اش كطالبوا اخويا باش؟ باش يطالبوا خليونا السوق، خليونا الطرف ديال الخبز، خليونا الطرف ديال الخبز من ناكلوا. الله يرحم ليهم الوالدين، الله يجازيهم بالخير. واحنا واحد بواحد. حنا التراب ديال المخزن. والتراب ديال المخزن، التراب يا عباد الله، وسعادة العامل، والله يخليك ويخلي لك وليداتك، وسعادة المخزن، والله يخليك بكاملين، وعيش سيدنا الله يخلي لنا، والله يشافي. شو المشكل ديالكم الوالي؟ تفضل اخويا، شو المشكل ديالك؟ شوف هاد السوق مبيوع راه معروف. ابقى في بلاصتك، ابقى في بلاصتك. هاد السوق راه باين معروف. راسي حراسة مالي التبن بحال المارشي بحال مالي البقر، سيحطوا نهار الخميس في العشية سيبيعوا ونشريوا الجمعة. هما جاو ناوضونا. يلا تبغيش سيخلصوا السواق كاملين. مالي نسترك الله يعمر، هذا غير معاونين معانا، الله يخلي لنا المخزن. عطيونا خويا واحد. واخا ما قالوش لكم شنو السبب ديال هذا المنع ديال التجارة؟ السبب هو المخزن تا هو قلبو كتراه راهو فين باكي يبكي. قال لك انا ما عليا والو. تا هما كيديروا غير التعليمات اللي عليهم. كل شيء داير التعليمات ديالو، الله يخلف عليه. احنا ما قلناش ليه، ها قلنا شي حاجه، والمقدميه وسعاده العامل والمخزن، وطلبوا عنا. احنا خوتكم، ولا خوتكم الله يرحم. شنو رسالتكم، شنو رسالتكم اليوم السيد العامل؟ صيفط الخليفه وداك الشيء صيفط. لا، شنو الميساج اللي بغيت توصل السيد العامل؟ الله يجازي بخير. ربنا يخلي لنا السوق، الله يرحم لينا الوالدين، الله يرحم لينا الوالدين، يخلي لنا السوق، راسي ناكلوا فيه طيب ديال الخبز، الله يرحم لينا الوالدين. النهار ديالنا يعطيونا. كلشي مرحبا بكم كامل. النهار ديالنا يعطيونا. تفضل اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجازيكم بخير. حنا السوق 13 عام هو تيخدم هاد الجوطيه. 13 سنه تيجيو لهاد الدراويش تيبيعوا فيها المتراشيات. انا كاري السوق لهاد الشركه، كاري لي السوق تنخلصها كيما 3 شهور. جيبوا لي شي قرعه الماء الداري هاد السيد هذا. عطيه عطيه واشرب، عطيه واشرب. وسعاده العامل، راه سيدي الراب. شرب شرب الماء، شرب الماء بعدا. على القلب وكل حديد. بشويه وسعاده العامل، الله يخلف عليك. تكالم 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 تكالم. تفضل اخويا تفضل. تكالم تكالم. تتعمر 13 عمر.
هاد الناس من تحيدات الاربعه ولاو تيجيو هنا. تيجيو ما كاين حتى شي واحد تنعمرو غير الخميس بالعشاء في الليل الجمعه سته الجمعه الجمعه وتجي يسالي في اطار القانون في اطار القانون هذا هو القانون. السوق هادشي اللي فيه عطيونا واحد شحال من عام حنا بغينا هاد السوق يبقى لينا الخميس والجمعه ديالنا. حنا هادشي تنطالبو من السيد العامل الله يجازيه بخير، السي الشقاف الله يجازيه بخير يكون يسمع منا ويشوف من حالنا. هاد الناس راه المكملين الناس البعارة. انا العدي والسلام انا العافي كل شيء على الدنيا الله يرحمه. عاش المريض 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 عاش دراري دراري الدراري بلاتي بلاتي دراري دراري ابقى ابقى شنو المشكل ديالك؟ الله يخلي لنا المشكل ديالنا هو ان يخليو لينا السوق ديالنا باش نعرفو حنا عايشين منه عايشين منه. شحال عندك ديال الوليدات يا لاله؟ شحال؟ ثلاثة الوليدات والصغير فيهم راه عنده 25 عام وحتى باقي كيقراو ليا كلهم وكارية وبزاف الحوايج اخويا. دابا انت اللي كتصرفي على وليداتك ام ويمشي؟ اه كنصرف عليهم انا مطلقة. كتجي وسط الرجالة باش تقلب يطر ديال الخدمة من المسيرة وتجمعهم هنايا 20 حوايج من المسيرة وتجمعهم من العناوين والشوط ما حوايجها. وليداتك كتشوفني ماشي ما كتشوفنيش انا راه ضد 10 رجال هما رجال كاملين. باش كطالب يا خالتي؟ كنطالب السوق يبقى لينا حيت كنعيشوا منه مخلصين منه الموضوع ومخلصين العشية. انا بنقول السوق نهار الخميس الجاي. انت بالواحد بالواحد الشاف دابا دابا ندوز على خويا. محرينو منه وليداتنا واكلين منه شاربين منه عايشين منه والدينا عايشين هنا حنا شنو 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 رسالتك اليوم الناس المسؤولين اخشي؟ المسؤولين يشوفوا من الحال هذا المرض جمع حوايج من المسيره ومن الهلاويين ومن المدينه تجي تجمعهم تترزق بهم الله نهار نهار الجمعه هنا اليوم اليوم تصدمتوا صدمنا صدمت كاين شي رئيس السلطه جيب نقله جيب حاجه قديمه وتعاود لي نبيع هنايا رجل السلطه كنتفاجئ بالواحد بالواحد مرحبا بكم كاملين. انا كنتفاجئ رجل السلطة اليوم اللي كان حاميني اليوم جا قال لي نوضي من البلاصة هيدي مهنة. علاش؟ بغيت نعرف علاش قال لي نوضي. دابا واش غيحيدوكم مرة؟ قال لك غاتفاجئوش مرة. واخا واخا مثلا إلا حيدتهم من السوق فين غاتمشيو؟ باش نمشيو للتشرد. الله يفرج عليك. تفضل أخويا تفضل أخويا بقى في بلاصتك بقى في بلاصتك تفضل أسيدي من حيدوا الأربعة من حيدوا الأربعة من حيدوا الأربعة من حيدوا الأربعة. عاش الملك الله يخليكم غير الصوت ديالو تسمع إخوان. اش كطالب الوالي؟ ما نطالبوش ليا خلوا السوق ديالنا خلوا السوق ديالنا عايشين. تعال 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 الناس تعال تعال السوق اللي هو كل شيء انا باهر هو شنو سكي عبر ليا
الله يفرج عليك ابا مالك ما يمشي مالك ما يمشي ما درتش الماكله خدام راجي ما بقاش خدام مريض انا اللي خدام على ستو ديال الاول اييه ما يمشي هما حنايين بالمخزن ما كيجوناش فاره ما يجوناش ماكل ما يجينا حتى شي واحد أيه؟ جانا المخزن هو اللي قال لنا غتحيدوا ما عرفناش علاش خالتي كنشوفك شي مرا وسط 1000 راجل علاش ما يمشي باش معانا هنا راجل كنعرفو كضربي تماره مع الرجال باش تقلبي على طرف الخبز كيفاش 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 تلقيتي هذا الخبر ديال اليوم غير من عوق وما شقاوش يلا ميت خويا وما تصلح وانا نبكي نبكي بفرقع هذا راه ميت اللي كان يعاون لي في الطير في كل شيء يلا مات يلا مات اللي كان يعاون لي في الطير في كل شيء هو مات قدام الجمهور ديال الماتش انا باقي نبكي على خويا انا باقي نبكي على دابا راه ولا كيهز هذا اللي هذا هو المعيد ديال هذا هذا اصلا ديال عيبات الله كاين اللي قال الماتش الخايب كاين اللي ما عرفتو انا نسيت وين معاك نسيت سؤال على الماتش الخايب خلى لي عرفان ديال الحقيقه نسيت سؤال على كل تمرين غنجيب با انا في هاد الحرفه والدينا في هاد الحرفه شحال قلتي لي تشوف هاد الحرفه خويا عندك هاد الحرفه عندي 42 سنه والله تفو ب 36 عام والدي اعمامي كلشي في هاد الحرفه ما كاينش اللي خدام شي خدمه كلشي الله يرحم امك دابا دابا بقينا جوج خوت دابا اللي بقينا معاك عندي عندي لك سؤال الا ما بقاش هاد السوق فين تمشيو انتوما لا ما بقاش غنموتو والله تنموتو غنموتو ولا نشفر الله يشفر ما نموتو خويا ولي خطاب ولي بزاف ديال الخيشرة خويا شي بادي من خواتاتي من خواتاتي من خواتاتي غادي يوليو يمشيو يجلاو من خواتاتي لا قطعوا لنا هاد الشيء خواتاتي غادي يوليو يمشيو للقهوة يجلاو يديروا باش يجيبوا الفلوس لا لا بالعكس الله يفرج عليكم الله يفرج عليكم الله يفرج عليكم تفضل اجي عندي هنايا اجي عندي على حساب الشمس سكات الله يخليكم تفضل اسي انا مغاطين من الدوله وكاينه هنا في السوق اسمح لي عليك تفضل معاك سيدي هنا كاينه في السوق واحد 1000 ديال البشر وما يزيد كتعيش هنا في السوق اييه كاين اللي ما دا العشاء اسكت الله يخليك ما داش العشاء من هنا ما يديش كاين اللي عنده كاع عند الناس اللي هنا كلهم مساكين وبيعوا وشرايا كاين ديال 40 عام انا ضرب في الحرفه 40 عام بالدليل وبالشهاده 40 عام انا عندي في القديم باع وشاري في القديم 40 عام في السوق 40 عام ماشي في السوق وريني كنجي هنا للسوق من العام اللي تضرب هنا الضو بلي شهر اش من عام ابو الحاج ديال امو هو معروف في القديم على صاحب بيع وشرا كاملين هادو كانوا متعلمين ديالي انا كاين اللي هنا كان خدام معايا انا من التسعينات وهاد الناس حنا مواطنين ولا الدوله يديروا معنا حل ما يمكنش دابا يحبسوا 1000 ديال البشر واش هاد 1000 ديال البشر تمشي تطلب غادي يكثروا الطلبه احنا ما دابا دابا احنا مال واخا دابا بو الحاج دابا مجاو عندكم السلطات قال لكم غتحيدوا دابا كنشوفكم كتجمعوا غتجمعوا غتمشيو فين يا ولادي احنا اسمع ليا اسمع ليا غنمشيو هنا كاينه واحد 1000 ديال البشر تسمع اسمع نقول لك عفوا ديال الله يرضي عليك احنا فاتنا القديم ما نعيش وباش باش غادي نجيو للسوق واخا الله يخليك باش غادي نجيو للسوق نبيعو ونشريو وحنا كنعرفو سوق السبت مأمن وقاعدين السوق ملي كتدخل السوق كتأمن غادي نجيو في الليل نباتو ونشريو معاهم غادي نبيعو ونشريو في الليل الصباح يلا ساعة ديال المكانة جمع حيد فحال وفين غادي نمشيو حنا مواطنين راه هذه خدمتنا حرام عليهم فين غادي نمشيو واش راحوا لينا حوايجنا واخا نسولك ابو الحاج على واحد النقطة لربما يقدر يقدر يكون سبب من الاسباب ديال المنع ديالك واش واش كيفاش كتعاملوا مع المواطن اللي كيجي كيتقدم من عندكم هنا اللي جا كنتعاملوا معاه كسائر الناس كنتعاملوا معاه بيع وشاء من الاثمنة من ارخص الاثمنة كاينة هنا ارخص الاثمنة ارخص الثمن كاين هنا شتي القديم انا كنعطيو السلعه اجي امين ود لا ما خلينا ندوي ابقى بو الحاج باش ناخذ الكادر مزيان تفضل القديم من 66 القديم كاينه ديال 60000 تباع ب 40000 تنقص فيها 20000 كتباع ب 100000 كتباع ب 80000 20000 حنا سلعه 100000 كنشريوها ب 60000 على حسب القديم عارفين الجديد شحال كيدير وعارفين القديم شحال كيدير الى هاد الحاجه كتساوي 6000 درهم كنشريوها حنا ب 3500 4000 درهم حتى حنا كنطرفوا الله على 10000 5000 3000 تدي 10000 البيع والشراء غادي يجي هاد السوق ابو الحاج ما كاينش فيه المسروق ما كاينش شي واحد كيبيع شي حاجه مسروقه ولا شي حاجه كاينه مراقبه انا
بالله تكرم تكرم سير تفضل تفضل خليها بولا قابلين في السوق الكوره مقفلينه باقي لا شفار عملك الوالدين دوي فهمتي جاب لا كاين شي واحد الله يعمر هذا وكاين هاد كاينه ماكينه دايره 100000 حنا عيالك يا طيب يا طيب ابقى تما ماكينه ديال الخياطه دايره 100000 درويشه باغا تبقى تشريها شو دير شوطيسي تشريها ب 10000 كاين صباط كتعاونوا مع الدرويش صباط دير 100 دير 20000 سي جي ياخذوا ب 400 صباط دير 1000 ريال سي ياخذوا بجدران سروالي لابس انا هذا شاري بجدران غنمشي للجديد غنشري بجدران سليب عطي لي واحد بابور غنمشي للجديد غادي يحل لي بابور شي كلمه اخيره والله العظيم هادو تاع سير لبسهم مع صحابنا شي كلمه اخيره حنا رساله حنا رساله رساله الله يخلينا سعاده العامل ويخلينا المخزن كامل والله يطول سعاده العامل والمخزن ديالنا والله يخلينا المالك ديالنا شوف نظركم الحل شوف نظركم الحل هذا الحل يخليونا يخليونا الخميس صباح الجمعه يخليونا الجمعه الجمعه يخليونا الخميس ويخليونا الجمعه ونعيدوا كيما سيدي المور السوق شي سالي تيجي بكروات تيشطب لهم كل شي ما كاين لا زبله ولا حتى شي حاجه كنطلبوا نهار في الاسبوع نهار واحد في الاسبوع الله يرحم لي من الوالدين من السيد العامل يشوف من وجهنا راه كاين بزاف ديال الناس راك شباب شياب كبار صغار عيالات هنا الرجاله بحال خوشكم هنا ولكن ما كتشوف الحالة يعني راه ما كاينش راهو ديال الزين ولا هذا راه كاين شحال عندك ديال الوليدات يا لالا دابا إلى حي السوق فين تمشي؟ غنموت ما كاينش شي سوق أخر تقدروا تمشيو ليه؟ شي كلمة أخيرة خشي قبل ما نخشم هذا اللايف كلمة أخيرة كنطلب خلي مع السيد عافاك كلمة أخيرة كنطلب من السيد الوالي شوف العازلين عندنا نهار في الاسبوع احنا ما طالبينش منهم شي حاجه عندنا نهار في الاسبوع ما عندناش عايشوا وليدات ما عندناش نهار واحد الاسبوع على اربعه احنا كنطلبوا من الساده المسؤولين لا اللي كانت بين الفرايحه كنقول لك الاولى ديالهم والحصوره ديالهم حنا كنطلبوا هاد الناس يكون حل يخلونا نترزقوا الله الناس اللي هما مسؤولين في السوق السوق ما فيه لا خونه السوق والله دابا والو والله دابا 10 كانوا ميزين كانوا ناعسين انا وليداتي السوق قبل وليداتي يلاه اليوم كنخلي سلعتي هنا هضروا الناس الناس اللي مسؤولين جاو المسؤولين ما بغاو يحيدونا من هاد السوق فين بغاو نمشيو واش بغاو نسرقو واش بغاو نشوفو احنا خويا راه بغيناش داكشي جاو نجيو انا شباب تشوف لايقين باش نديو ديال الحلال لوالدينا وهذه هي الرساله بغينا هاد السوق من سراغنا من فين مسكين من اي بلاصه بنادم معدوم تيجي باش يلقى هاد السوق دابا انت جاي من سلال هاد السوق من سراغنا كل عاصمه من سلال جاي انا باش نترزق وغادي بحال هادشي اليوم كاين يجي انا واحد الجبل كاين يجي واحد كاين الحاله شنو الميساج اللي بغيت توصل للمسؤولين احنا راه ما عندناش البال الا ما قدرتش الله يجازيكم بخير انا ما ديروش شي حاجه واحد بنادم 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 تيجي من الصحراء من ميدلت من صراغنا من فاس من مكناس من اي بلاصه تجيو تلقاو بنادم شلوح تيجيو من كل بلاصه واللي قال شي حاجه نعطيو لاكارت ديالنا لاكارت ديالنا تيجيو من كل البلاد تيبيعوا شنو مع البراني الله يقلب عليك مع صراغنا صراغنا بحال خوتنا هذوك الناس من عندنا من هنا بلاصه شي كلمه اخيره راه قلت لك قبيل الله يخلينا سعاده العمل وخلينا المخزن وخلينا المالك ديالنا الله يرحم الوالدين شنو تبعت عندكم هاد الصدفه شوفوا من حالنا ما بغينا منا حتى